هي حكاية من الحكايات الجزائرية القديمة. يقولوا كانوا زوج خيات يسكنوا في القصبة في دويرة ورثوها من عند باباه. واحدة كبيرة ومزوجة وعندها ولادها ومعروف عليها باللي مش حقها، والتانية كانت معروفة في حومتها بالمعكرة، كانوا يقولوا عليها تحب الزهو وتحب تعيش، وسموها المعكرة على شعرها اللي كان محني ولونه أحمر. المعكرة وخدها كانوا كارين بيت في دويرتهم وعايشين من دراهم الكرا ديالو. واحد النهار ناضت خدها الكبيرة، ناضت الطيب، كاين اللي كانوا يقولوا هذاك النهار طيبت متوم، وكاين اللي كانوا يقولوا طيبت بطاطا فليو، وعبقت ريحة هذيك الماكلة وسط الدار وشمتها جارتهم المتوحمة. ومن بعد راحت الخت المعكرة وقالت لها اسمحولي تفاتلي ناري، وبقت هذيك الجارة رايحة جاية على هذيك الحالة 7 مرات، وفي كل مرة كانت تقول اسمحولي تفاتلي ناري قبل ما نشعل النفخ ديالي. وهنا فهمت المعكرة باللي الجارة تشهد وما بيها لا نار لا والو، ولازم عليهم يذوقوها من هذيك طنجرة. ومن بعد راحت طلبت من خدها، بصح خدها ما حبتش وقالت لها الطنجرة هذه قص راجلي وولادي. ردت عليها المعكرة وقالت لها نعطيك النص حقي من دويرة اللي خلاها لنا بابا ومدي لها تاكل، وغدوة هاد الوقت رانا في دار العقود. راحت خدها تجريب هذيك طنجرة بعد ما غرها الطمع. وفي هذيك الليلة المعكرة ما كلت ما شربت وتعجبت من أمر خدها الجافية، ناضت تودت وصلت ودعت الرب. ومع طلوع النهار خدت المعكرة حزمت ورزمت وكانت ميتة بالفرحة، وكي راحت تدقدق في باب خدها طولت ما فتحتش عليها. ومن بعد حتى جاها الشك وكسروا عليها الباب، وهنا كانت المفاجأة، يلقاو المعكرة مغسلة ومكفنة وريحة بيتها تعبق بريحة العنبر. وكي جاء الوقت باش يدفنوها بداو الرجال يكبروا، ولكن كل مرة كان يحصل النعش في الباب، حتى نصحهم الإمام وقالهم ادفنوها في بيتها. موت المعكرة خلى خدها تفطن مع روحها ورجعها إنسانة واحدة أخرى، ودار المعكرة ما زالت موجودة اليمنى هذا في القصبة في دزاير العاصمة، وبقات قصتها تتوارد من جيل لجيل.